يعني نحن بشكل عام اخي نحن مسلمين، الشيء اللي بيجمعنا هو رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، وخرجنا في سبيل الله. هذا شيء الجميع من اجمع عليه انه خرجنا في سبيل الله. لذلك اخي بنقصنا مشان النصر، مشان باذن الله الله ياذن لنا بالنصر، هو الاخلاص في النوايا. خرجنا في سبيل الله اذا لاعلاء كلمه الله ولتحكيم شرع الله في الارض ورفع هالراي رسولنا الكريم. وقت بيكون هالموضوع قول وفعل انه نحن خرجنا لاعلاء كلمه الله قول وفعل ولرفع رايه الاسلام قول وفعل، هي وقتها باذن الله الله بيكون باذن الله باذن الله انا بظن النصر قريب. وبدك تقول انه نتفرق؟ لا اخي، هذا الشيء بيجمعنا، نحن الشيء اللي بيجمعنا هو هالروح، وما رح ننتصر غير وقت بدنا نرفع. وباذن الله هاليوم قريب، وترى شايفينه يوم يوم ويوم عن يوم عم يقرب اكثر بكثير. وهون بس بدي اوجه رساله صغيره، بدي اقول لامريكا ولدول الغرب الكافر كلهم، نحن بدانا جهادنا هون بارض الشام وما رح ننتهي غير باراضيكم. جهادنا بلش هون وباذن الله ما رح ينتهي جهادنا غير باراضيكم، ولا ترتفع هالراي باذن الله فوق البيت الابيض باذن الله تعالى.